طابت أوقاتكم. وصل قطار انتخابات الرئاسة المصرية إلى محطته الأخيرة بعد مغادرته محطة الاقتراع ووصوله إلى مرحلة فرز أصوات ناخبين. يقول البعض إن تعدادهم فاق التوقعات، بينما يؤكد آخرون أن مشاركتهم كانت دون المأمول. على أي حال، وصلنا معا إلى محطة فرز الأصوات بعد رحلة دامت 3 أيام حوت أخطاء وارتباكا وتجاوزات من قبل أنصار الحملتين، وحوت شائعات وأرقاما متضاربة حول نسب التصويت، وكذلك حوت محاولات من جانب أنصار الإخوان لتعطيل استكمال خارطة الطريق. في حلقة اليوم نرصد حصاد أيام الانتخابات الرئاسية، وفيها نرحب بالأستاذ عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري. أهلا يا أستاذ عصام. أهلا بك. وكذلك نرحب بالأستاذ إيهاب راضي رئيس البيت العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان. أهلا يا أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا. أستاذ عصام، كيف تلخص 3 أيام من الانتخابات الرئاسية المصرية؟ يعني أقول أنه الأمور كانت تمضي بطريقة معقولة اليومين الأولين، أمس وأول أمس، إلى أن جاء بالأمس القرار الخاص بالمد فأفسد الفرحة، لأنه صدر دون أسباب حقيقية قانونية حقيقية مقنعة. على الرغم أن أنا أسلم طبعا القانون بيعطي الحق للجنة أن تمد، لكن هذا الحق عندما تقوم أسباب ضرورية وملحة للغاية، لأنه لما يبقى فيه استثناء نستخدمه بقدر الضرورة التي فرضت أن نمد بها القرار أو اتخذ بها القرار. وصاغوا 3 أسباب أنا أعتقد غير مبررة بالمرة، يعني وهي سبب يتعلق بالحر وشدة الحرارة، وفي حين أن هم اللي اختاروا 26 و27، وكان ممكن أن يمتد الساعة 12 ليلا إذا كانت المسألة، يعني هو ده المشكلة. والسبب الثاني قالوا أنه في صيام، ونفس الحال كان ممكن برضو الساعة 12 بالليل. والسبب الثالث هم صناع عزمته، لأن هم اللي فرضوا قيود على الوافدين، قيود سخيفة وعقيمة خالفت ما تم إجراءه في الاستفتاء الأخير، عندما سمح للوافدين أن يتم الاقتراع بالنسبة لهم في داخل الأماكن المتواجدين فيها، وطالما أنه وكان قرار اللجنة نفكر كويس، وأنا معي نسخة من القرار، أنه يتم وضع إصبع الناخب في الحبر الفسفوري غير القابل للمسح، وبالتالي كانت المشكله تتحل. انما للاسف وده اللي تم، هو بيتمسح بعد يوم او يومين. هو انا استغربت الحقيقه. لا، المره اللي فاتت ما كانش بيتمسح بسهوله، لان يعني قعد في ايدي 6 ايام، المره دي قعد في ايدي يوم واحد. ما كملتش يوم. انا هو ما كملتش فعلا امبارح يعني. وبالتالي انا يعني كان القرار قرار، لكن انا اعتقد ان مش هي دي القرارات الحقيقيه او الاسباب الحقيقيه وراء المد. والغريب ان المد صدر من دون ان يستشار الاثنين المرشحين او يؤخذ رايهم، يعني كان ممكن يستدعوا ويؤخذ رايهم، والاثنين اعترضوا والاعتراض حفظ، لكن احد الحملتين تقدم بتظلم اليوم وقدم الى اللجنه، واعتقد هيحددوا له جلسه لنظره، ولكن السبب الحقيقي لم يكن هذا. تظلم ضد المد فقط؟ ضد القرار اللي انا اعلمه ان النهارده من المستشار القانوني اللي حملت الاستاذ حمدين طارق نجيده، الاستاذ طارق نجيده قال لي ان هم قدموا تظلم النهارده، وفي احتمال يحددوا له جلسه لنظره. انما انا بتكلم في مساله اخرى. اتفضل. انه انا بعتقد ان السبب الحقيقي وراء المد لم يكن اي من الاسباب الثلاثه. واتصور ان هم ان اللجنه كانت عايشه بعقده، انها لابد ان تتجاوز النصاب الذي كان جرى به الانتخابات الرئاسيه السابقه. فكان الانتخابات الرئاسيه السابقه اللي هي كانت ما بين شفيق ومرسي 25 مليون، وهم عايزين يكسروا هذه المساله. وانا اعتقد انه ده وهم غريب جدا لاسباب كثيره، منها مثلا ان هذه الانتخابات بتتم تحت ظروف امنيه خطيره. المره اللي فاتت ما كانش هذه الظروف موجوده. وبالتالي انت مش علشان يعني تكسب شرعيه ان انت لازم تكسر النسبه دي، ما حدش قال كده ابدا. يعني اللي عايز يفسر يفسر براحته، لكن طالما ان في نسبه وصلت ل 37% ونص حسب ما صرح امين عام لجنه الانتخابات الرئاسيه بالامس، اعتقد كانت نسبه كافيه جدا ومعقوله. انما الرغبه في زي ما بقول لحضرتك كسر ال 25 مليون عشان يبقوا 26، فيعني كده يحقق ومعني قوي مهتم قوي بالغرب. وانا ما اعتقدش، يعني مش فاهم ايه اهتمام ان اهتم بقصه الغرب رايهم في مساله انتخابيه. المهم ان الشعب المصري هو الذي يشعر
بان الانتخابات حره ونزيهه ومستقله، هو ده المعيار الحقيقي. تمام استاذ ايهاب، انتم في البيت العربي انتم عضو لتحالف يدعى تحالف الديمقراطي لمراقبه الانتخابات. نعم. او لمتابعه الانتخابات. طيب. خليها متابعه. كيف رصدتم الانتخابات؟ احنا كنا شغالين على المتابعه وفقا للمعايير الدوليه للانتخابات الحره والنزيهه اللي بتلزمنا ان احنا وفقا لهذه المعايير نشتغل من مرحله ما قبل اول اجراء الانتخابات الى ما بعد الفرز. يعني رقم واحد بنقيم المناخ ما قبل الانتخابات ونشوف هو متفق مع المعايير الدوليه ولا لا، ثم نقيم بدءا من اول اجراءات واداء اللجنه العليا كان ادائها تقييمه عامل ازاي، مرورا بكافه المراحل من تقديم الاوراق والطعون والدعايه الانتخابيه ومراقبه الاعلام واي الايام الانتخابيه ثم الفرز واعلان النتيجه. في تقييمنا نبدا بتقييم اداء اللجنه العليا للانتخابات، شايفين ان اداء اللجنه لجنه الانتخابات الرئاسيه العليا للانتخابات بتاعه. نعم. البرلمان والاستفتاء حقيقي. لجنه الانتخابات الرئاسيه كان عندها مشاكل كتير. احنا بنقول لجنه الانتخابات الرئاسيه هي اخر مره هتتعامل مع المصريين لانه وفقا للدستور الجديد اخر عمل ليها هو العمل دوت، واللجنه العليا للانتخابات اخر عمل ليها هو المجلس البرلمان القادم، بعد كده اللجنتين دول مش هيبقى ليهم دور، بعد كده يبقى في الهيئة الوطنيه اللي هي تشتغل كل الانتخابات في مصر استفتاء وبرلمان ورئاسه نص عليها الدستور. كل الامور اللي جايه هنشتغل عليها. رصدنا ان اداء اللجنه اداء ما كانش فيه حرفيه ومهنيه واضحه بدءا من القرار حتى رق القرار 5 الخاص بالمراقبين. القرار 5 وصف المراقبه هي كافه اجراءات العمليه الانتخابيه بدءا من المرشحين بيقدموا اوراقهم لكافه الاجراءات، وفي نفس القرار قال ان التصاريح هتسلم للمراقبين يوم 15 ومدها يوم 20 وسلمها بعد يوم 20. فبالتالي يوم 20 ده كان مر علينا اكتر من مرحله ما عرفناش نراقبها. فالقرار في نفسه هو فيه تناقض داخلي ما بين الماده 2 والماده 8 من نفس القرار. فده كان عندنا اشكاليه ان اللجنه اذا ورغم ان هي اعلنت ان هي هتسمح للمتابعه بشكل جيد الا ان الواقع العملي قال ان هي ما كانتش عندها رغبه وفلسفه حقيقيه بالتعاون الكامل والكافي مع منظمات المجتمع المدني. رقم واحد. رقم اثنين، اللجنه حطت معايير لقبول منظمات المجتمع المدني مين اللي هيراقب ومين اللي مش هيراقب، وطلعت تسريب صحفي في الاول بعدد من المنظمات وقالت ان دي منظمات عندها خبره ومنظمات ما عندهاش خبره. فوجئنا بالقرار لما طلع ان في ناس قبل ناس ورفض ناس، وقبل ناس ما عندهاش خبره، وقبل ناس بخلاف القواعد المنصوص عليها في نص. طيب. القرار فما بقيناش عارفين ايه المعيار اللي اللجنه اشتغلت عليه، وحاولنا نقابل اللجنه للاسف كان الدخول اصلا او الاقتراب من مقر اللجنه كان في اشكاليه تواصل دايما ما بيننا وبين اللجنه. طيب هنتقل بس لنقطه. انتوا تمت لكم الموافقه، التحالف في منظمات تم الموافقه عليها، وقدرنا حتى المنظمات. طيب. اللي ما كانش عندها موافقه انها تخش في التحالف بمراقبينها اللي عندهم خبره وبتراقب على. طيب. ارض الواقع. خلينا نمشي في الامر بشكل عكسي، يعني نبدا بايام التصويت وممكن بعد كده نرجع شويه لفتره الدعايه فتره الترشح وهكذا. تمام. ايام التصويت احنا كنا بنتابع عدد من النقاط، في دعايه انتخابيه ولا لا، الامن دوره كان عامل ازاي، الادوات الفنيه جوه اللجنه والخبرات كانت عامله ازاي. تمام. الدعايه الانتخابيه فضلت موجوده فتره الصمت الانتخابي، واثناء معظم اللجان اثناء عملها كان في مكبرات صوت بتدعو لاحد المرشحين، كان في دعايه بتوزع في كتير من اللجان، كان في توجيه بس مش كتير بنسب ضعيفه داخل اللجان للدعايه. كان موضوع الامن كان قادر يسيطر على الوضع بشكل كبير رغم ان حصل بعض الاشكاليات ما بين انصار بعض المرشحين وحصل يعني بعض الحالات بالشكل دوت. كان في مسيرات لجماعه الاخوان وبعض الاحداث العنف مع بعض محافظات الصعيد اللي من اثرها كان يرجى ان الانتخابات ما تكملش، ودعايه الناس ما تروحش، واطلاق اعيره ناريه في المنيا، وابلاغات عن قنابل ما كانتش موجوده بالاساس. دي كلها امور. فكان ده كان الجزء دوت الامن كان قادر يسيطر عليه بشكل او باخر. طيب. تخبط اللجنه العليا في قراراتها وتخبط الحكومه في ادارتها للايام دي بحكم ان احنا عندنا اجازه ولا ما عندناش اجازه، هنمد او مش هنمد، مشاركه المجتمع المدني في قراراتها، كان عندنا اشكاليات وتحفظات على اداء الحكومه. طيب. واداء هنجل. اللجنه العليا. استاذ عصام، قانونا هناك من يتخوف من فكره قرار التمديد بالقانون، يقول والله ان ربما يكون في مازق قانوني او دستوري، انا مش فاهم
بس يقال ان من حق اللجنه صحيح انها يعني تتصرف في الانتخابات بالقرارات كما تشاء ونتيجتها وقراراتها محصنه، لها الحق انها تجعل الانتخاب لمده ساعه او نصف ساعه، ولها الحق انها تعمله سنه مفيش مشكله، بس ليس لها الحق قانونا ان تغير في خارطه الانتخاب طالما بدا التصويت. افدنا. لا هو الكلام ده مش مظبوط. هي اللجنه منحت نفسها او يعني منح لها قانونا تحسين القرارات، وانت تعلم ان احنا كنا معترضين على هذا، وده مخالف لابسط القواعد القضائيه والقانونيه والدستوريه وهو الحق في التقاضي. مفيش شيء يحصل لا حكم ولا قرار، لابد ان يكون قائم على اسباب ويجوز الطعن عليه. دي واحد. اثنين، انه القانون حدد ايام الانتخابات انه تجرى على مستوى يوم على الاقل، على الاقل حد ادنى يوم بالتوقيت اللي يحدد طبقا لعدد الناخبين والمسائل اللي تلقى. انما في النهايه هو ما لا يمكن ان يقل عن يوم، لكن من حق اللجنه ان تمد يوم او اكثر حسب الاحتياج. حتى لو بدا التصويت. حتى لو بدا، لانه هو طيب. اصلا فكره المد الاضطراري لا يمكن ان يحدث او يتنبا به الا اذا حدث امر طارئ وعاجل اثناء الانتخاب. اثناء الانتخابات. وبالتالي الامر الطارئ ولا هو ده هو هو دي. وبالتالي خلينا من الناحيه القانونيه يجوز للجنه، لكن من الناحيه القانونيه ايضا ينبغي ان يبنى على اسباب حقيقيه وليست اسباب تتعلق بالرغبه في المد. تمام. بمعنى انه يتوفر سبب حقيقي وطارئ لم يكن متوقعا، يعني مثلا زلزال او انفجار موقع اللجنه الانتخابيه او وفاه قاضي او انهيار مبنى، يعني مسائل طارئه كلها حاجات وحشه. هي ما هي طبعا ظرف طارئ انما الحقيقه لم يكن هذا قائما، وهي هم استخدموا سلطاتهم في ان هم يختلقوا اسباب انا قلتها انها مش مقنعه. طيب استاذنكم نلقي نظره سريعه كده على السويس، وينضم الينا من السويس مراسل الغد العربي الزميل مدحت عيسى. اليك مدحت تفضل. نعم محمد، تحية لك ولضيفك الكريم في الاستوديو. يعني طبعا بدأت عمليات الفرز وربما انتهت اكثر من نصف اللجان هنا في محافظة السويس. جميع النتائج التي وردت الينا تشير الى تفوق المرشح عبد الفتاح السيسي باكتساح بنسبة قد تصل الى 90% في بعض اللجان على منافسه حمدين صباحي. يعني رغم ضعف الاقبال إلا أن المؤشرات أيضا تشير إلى أن نسبة التصويت قد تصل إلى ما يقرب من 50% من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات. معي هنا للتعليق على هذه النتائج الأستاذ عادل أبو عيطة أمين حزب الكرامة بمحافظة السويس، ويعني معروف طبعا أن حزب الكرامة هو أحد أبرز الأحزاب المؤيدة للمرشح حمدين صباحي. أهلا بك أستاذ عادل. أستاذ عادل، يعني كيف تعلق على هذه النتائج التي ظهرت حتى الآن؟ أولا لابد أبعث بتحية راقية لهذا الزعيم المناضل الثائر حمدين صباحي، الذي أثبت أن 30 يونيو لم تكن انقلابا ولكنها ثورة حقيقية قادها الشعب، ولابد أن يسجل التاريخ هذا الموقف الوطني لحمدين صباحي. حمدين صباحي لو لم يكن رجل وطنيا ونظر إلى ذاته كان بعيد عن الانتخابات ولم يدخلها من الأصل، ولكنه إثباتا لأن هذا الشعب قد قام بثورة عظيمة لابد من حمايتها داخل إلى معترك الانتخابات، على الرغم مما ناله من إساءة من كثير ممن وجد عليه الساحة أولهم الإعلام. سيقول الناس أن الإعلام قد أعطى حمدين صباح حقه بأنه أخرجه في كثير من البرامج مع هذا أو ذاك في هذه القناة أو تلك، ولكن بعد انتهاء حلقة حمدين صباحي الذي يبدع فيها ويثبت فيها وطنيته الجمة وحبه وإخلاصه هذا الوطن، نجد بعض الذين قد جيشوا أنفسهم لسب حمدين صباحي من أجل إسقاط حمدين صباحي بل من أجل إسقاط الدولة المصرية. هؤلاء الذين سبوا حمدين صباحي وعملوا على تقطيع برنامجه وتقطيع كلامه وإسقاطه، هؤلاء لو يحبون مصر لبينوا قيمة حمدين صباحي للناس، ولكانت الانتخابات انتخابات حقيقية وجد فيها تناسب بين سيادة المشير عبد الفتاح السيسي والمواطن حمدين صباحي حتى توجد معارضة قوية جميلة تساعد على بناء هذا الوطن. نعم، ولكن ما هي الأسباب في رأيك التي أدت إلى وصول هذه النتائج في محافظة السويس تحديدا؟ في السويس تحديدا وهذا كلام أثق منه جيدا جدا، أن السويس كانت مقسمة قطاعات
منها مثلا خط الجناين كانت مقسم الى رموز وكهنه عهد مبارك بانهم موجودون في هذا عربيات وسيارات واتيان الناس الى اللجان واخراج الناس من اللجان. ده طبعا ليس ده سوء اراده ان اتي بالشخص من المنزل على عهد انه سيعطى فلان او زيد او سين او صاد، هذا تزوير اراده. كذلك حزب النور عربيات وسيارات وسائره امام اللجان ولابتوب امام اللجان، والبر والتقوى والصدقات والزكوات بتروح لنصر الفقراء. هؤلاء جيشوا من اجل ائتاء الى الانتخابات في اليوم الثالث للانتخابات. اليوم التمديد ليه؟ هتقول لي تمديد ان في وافدين هيروح بلادهم، واحد من سوهاج ولا من جنة ولا من اسيوط ولا من غربيه بيشتغل في السويس هيسيب المطعم او يسيب الفرن او يسيب الشاد اللي شغال فيه اللي موته 20 30 او 50 جنيه ويسافر بلده يومين ثلاثه وياخد بعضه ويجي؟ مش ممكن. ولكن كان هناك يعني بعض اشارات الى ضعف الحمله الانتخابيه لحمدين صباحي في السويس. حمله حمدين صباحي يعني اقول لحضرتك حاجه، ايام التوكيلات لما تيجي من التوكيلات اجي اقول للراجل تعالى معايا من التوكيل لحمدي يقول انا معاك بس ما اقدرش اروح ادي اسم، انا ورا الصار هديك، خوفا ان الاشاعه تقول لك ان من يسجل اسمه سيتم تسجيله او من يعمل توكيل لحمدي الصباح سيتم تسجيله لعقابه بعد ذلك. فكان في ترهيب للناس، من اطلق الاشاعات هو كاره لمصر وكاره لفتح سيسي نفسه. انك انت تجبر انسان او تخيف انسان باشاعه مغرضه ان هو يخاف يروح يعمل توكيل لحمدي الصباحي، هذا عمل ليس من وطنيه في شيء. كذلك ان في بعض الفلول في رجال اعمال اللي طبعا انفقوا، لو جيت السويس هتلاقي كلها يوفط رهيبه، من اين جاء هذا المال؟ من اين جاء هذا المال الذي اتى بتلك البنرات التي تنتشر في السويس كلها؟ يعني استاذ عادل هل ترى يعني هذه الارقام هل لها انعكاسات في مستقبل الحياه السياسيه؟ طبعا لا معارضه، يعني لما يكون مثلا انا مثلا هيجي لي مثلا بنسبه 90% سياسات المشير السيسي و10 او 5 في 5 باطر و2 3% حمدين صباحي كمعارضه، ليست معارضه قويه. لان كنت اتمنى ان يكون في عرضه قويه نسبه 60% او 40% يبقى في قوه لمصر ومعارضه من داخل النظام ليس من خارجه. انا واحد من الناس اللي كنت معارض لنظام الاخوان انه كان نظام غير مصري، ليس منا لكن السيسي منينا، نظامنا كل هنا وهو في مجال الحكم ومجال الدوله والتنفيذ، وانا في مجال المعارضه نبني مصر سويا. لن يبني مصر فلول، لن يبني مصر عبد كهنة مبارك، بل كان سيبني مصر من خرج ضد الاخوان وقاتل الاخوان حتى انقاذ مؤسسات الدوله سواء جيش او شرطه او قضاء. نحن الذين قاتلنا من اجل اسقاط الاخوان، نحن من قاتلنا من اجل 30/6، حمدين صباح ورفاقه قاتلوا وكل المصريين الشرفاء الذين خرجوا 30/6 قاتلوا من اجل انقاذ مؤسسه الدوله. كان لازم يكون في نوع من الحياديه شويه علشان نقدر. لو شفت الاعلام وانت راجل اعلام يا استاذ مدحت، شفت الاعلام كان عامل ازاي ضد حمدين صباح؟ مش عاوز اذكر الاسماء، ده قنوات كامله كانت عايشه اكل عيشها على سب حمدين صباح. هل هذه حياديه؟ يعني كان هذا تعليقك على الأرقام التي ظهرت، ومن بين الأرقام أيضا ما يشير إلى وصول نسبة التصويت إلى 50% رغم يعني أنه كان هناك أصوات كثيرة تقول أنه التصويت كان ضعيفا في محافظة السويس. هل يعني تشكك في هذه الأرقام؟ دلوقتي لجنة الانتخابات لما تأتي الدنيا فاضية واللجان فاضية والناس قاعدة في البيت مش حر، المصري لا يمنعه الحر ولا منعه اي شيء. لو منع الحر ما كنا نازلين 30/30/6 في عز بقونا، في عز الحر والنار، 76 في رمضان نزلنا، في 6 في 26/7 نزلنا نفوت، نزلنا الشارع وكان الدنيا حر، ما منعناش الحر. ولكن الناس لابد من اجهزه الدوله تشوف ليه الناس احجبت عن النزول، مش فرض الغرامه، الغرامه نزلت ناس خوفا من ترهيب هتيجي انا اخصم المرتب واخصم المعاش، فالست الغلباء قالت لي ابني شيلني يا ابني وروح اللجنه وديه لي اخصم المعاش. هذه ليست ديمقراطيه وهذه ليست سياسه، الديمقراطيه والسياسه ان اهرب من بيتي بكامل لياقتي بكامل حفويتي بكامل احترام نفسي بكامل عقليتي واروح ادي صوتي للي انا عاوزه سواء السين او صاد، مش انا نازل خوفا من عقاب.
أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل أبو عيطة، شكرا جزيلا. يعني كان هذا محمد الموقف في محافظة السويس حتى الآن، ولم تعلن النتائج النهائية للجان المحافظة. أذكر مرة أخرى أنه بعد فرز حوالي 50 لجنة تشير المؤشرات إلى تفوق المرشح عبد الفتاح السيسي بنسبة تصل إلى 90% في عدد كبير من هذه اللجان، وأن نسبة التصويت تقترب من 50%. يعني رغم يعني نعم. كل الظروف التي شاهدتها هذه الانتخابات. طيب مدحت، قبل أن أختم معك، لا أدري إذا كنت يعني بحوزتك بعض الأرقام عن تحديدا نسبة المشاركة التي تشير إليها حتى طيلة حديثك مع ضيفك الكريم. نعم يعني يهمني هنا فقط، لو كان من الممكن أن تطلعنا على اسم لجنتك وعدد المدعوين فيها نعم. للتصويت وعدد من شاركوا إذا أمكن. نعم، يعني هنا في اللجنة تحديدا الأرقام التي وصلت تقول أنه 50 لجنة بحوالي 103 أصوات، وإجمالي عدد الناخبين في محافظة السويس 403,000. من صوت للمرشح عبد الفتاح السيسي حوالي 83,000، من رشح حمدين صباحي 3,500. من أصل كام مدحت عدد المدعوين؟ من العدد، عدد الإجمالي عدد الناخبين في محافظة السويس 403,000. تمام، شكرا جزيلا زميلي مدحت عيسى من السويس، شكرا جزيلا. يعني بنتكلم عن حوالي 100,000 من 485، وحوالي تقريبا كده حوالي 20% من نسبة التصويت في المحافظة. طيب فقط حتى يكتمل المشهد فيما تفضل به الضيف الزميلي مدحت في السويس، هناك ايضا سؤال يوجه الى حملة المرشح حمدين صباحي، واحنا واخدين راحتنا في ذكر اسماء لان الصمت الانتخابي انتهى بانتهاء الاقتراع، ففيش حرج. يعني قلتم ايها الحملة انكم من الشباب وانتم تمثلون الشباب، والشباب في الكتلة الانتخابية المصرية 60%. أين هؤلاء الشباب إذا كنا نتحدث عن عزوفنا عن المشاركة؟ أين دور حملة السيد صباحي في الحشد لهذه الانتخابات، حتى للتصويت له أو حتى لضده لمنافسه؟ أستاذ عصام هرجع لك على فكرة دستورية الغرامة، لا دستورية قرار المد والقانون، وسيادتك قلت لي لا مفيش أي حرق قانوني على اللجنة أن تفعل ما تراه مناسبا حتى وإن كان أثناء فترة الاقتراع، صحيح؟ بس بأسباب قانونية. كويس، قانون أنا بتكلم قانون طبعاً. مش منطقية. طيب قانون. ماذا لو أعلنت اللجنة، عشان أفهم بس، إن والله عندنا انتخابات لمدة 3 أيام وجاءت بعد أول يوم سنكتفي بأول يوم، هل من حقها قانون؟ لا. مع نفس المبدأ. لا تلتزم، لا 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 تلتزم بالحد الأدنى اللي حدد. يعني لو قالت يوم أو قالت يومين تلتزم بيهم، لكن إذا يلتزم إذا هو الحد الأدنى يوم. ما أنا بقول بس هي أعلنت الجدول وقالت يومين، ولكن إذا ظهر أثناء اليومين أمر ملح وضروري يستلزم المد تمد. خليني والعكس. طب والعكس صحيح؟ لا العكس مش صحيح. طب ليه؟ لانه هي اوريدي حددت يومين، وبالتالي ده الحد الادنى للعمليه الانتخابيه. طيب فمش من حقها لو قالت 4 أيام وقالت سنكتفي ب3 ايام. ما ينفعش تقلل. الحد الادنى الذي تعلنه هو الحد الادنى للعمليه الانتخابيه. ملزم ليه كمان. ملزم. تمام. الامر الاخر، انا كنت عايز اقول على نقطه مهمه جدا. اتفضل. يعني ما قلتهاش في الفقره الاولى. اتفضل. ان هذه اللجنه الموقره دخلت العملية الانتخابية وقد انقصت من كتلة التصويت اللي هي المفروض 54 مليون 14 مليون على الاقل اهدروا. المصريين اللي في الخارج وعددهم يتراوح من 8 ل 10 مليون، والمغتربين اللي عددهم يتراوح من 6 الى 7 مليون، الوافدين الوافدين من 6 الى 7 مليون. هقول بس حاجة في الرقم ده، يعني ليس لدي يعني تهنة مع الأرقام بتاعت الوافدين، إنما من صوت في الاستفتاء الأخير من الوافدين أقل من 500,000. من عارف. أنا فاهم، بس ما سيبنا من اللي صوت، أنا بتكلم على الكتلة التصويتية اللي لها حق التصويت. تمام. لأنه بمنتهى البساطة حضرتك لو حسبت بس الذين يفدون على القاهرة من المحافظات يعدوا 5 مليون يوميا. يعني يوميا القاهرة بتستقبل ما يقرب من 5 مليون مواطن وافد عليها. دول مثلا دي كتلة خطيرة بالإضافة للمصريين في الخارج. ففي النهاية صفصفة المسألة على إيه؟ المصريين من الخارج على 818 من الملايين دي بسبب التعقيدات، عدم الأخذ فكرة التصويت الإلكتروني أو عدم الأخذ فكرة التصويت البريدي، مع أن العالم كله يتبع هذين الطريقين ويضمن لهما
الضمانه في عدم التزوير. نفس الشيء في مساله الوافدين. وبالتالي الحقيقه دخلنا المعركه، وتقدر تقول ان انت عدد الكتله اللي ممكن تصوت 40 مليون مش 54. تمام. استاذ ايهاب، هل توقفتم عند نسبه الاقبال، نسبه المشاركه؟ يعني ربما في هذه الانتخابات، هذه ربما الانتخابات الوحيده في مصر او ربما ايضا في غير مصر لا نتحدث فيها عن نسب الفوز، كل الحديث عن نسبه المشاركه، لا يهمنا من فاز فاز بكم او خسر بكم. طبعًا. فقط يهمنا المشاركه. نسبة المشاركة احنا كنا بنحط سيناريوهات قبل الانتخابات ما تبدأ، واحنا عارفين ان نسبة الاقبال في تقديرنا ما كانتش هتبقى كبيرة لاسباب كتيرة، منها قياسا بالانتخابات اللي فاتت كان عندك عدد كبير من المتنافسين باتجاهاتهم كان بيعمل حالة حراك كبيرة، رقم واحد. رقم اتنين، قياسا بالانتخابات البرلمانية وكثرة المتنافسين وكثرة الدعاية والحشد وما الى ذلك. اتنين، رقم ثلاثة، دور الإعلام السلبي اللي حصل خلال فترة الدعاية ولم تتصدى له اللجنة العليا بأدواتها المقررة قانونا، كم من أهم الأسباب لعزوف الناس عن الدعاية بس. تمام، ده إشكالات كتير شاهدت ولم تفعل شيء. تمام، بس خاصة لأن هي عندها ضوابط وآليات يجب أن تتدخل فورا لإيقاف هذه المهزلة اللي كان بيقوم بها الإعلام الخاص تحديدا. طيب، وعدم المساواة خلى إحساس عند كل الناس إن إحنا هننزل نعمل إيه. والشهادة للتاريخ الإعلام الرسمي كان أنضج بكثير من الإعلام الخاص. تمام، وكان في تقريرين طلعوا لتقييم الإعلام في مرحلة الدعاية، كان أحدهما تقرير من مركز القاهرة والآخر من مؤسسة ماعد، ورصدوا فيه بنسب ان الاعلام الحكومي كان اكثر حياديه. صحيح. والاعلام الخاص كان اكثر انفلاتا دون ضوابط، الناس شايفه طول الوقت ان هي بيمجدوا ويصنعوا شخص واحد دونما الاخر، فالناس كان بيسبوا الاخر يعني. في ثلاث قنوات تحديدا كان شغلتهم طول النهار سب، كانه بمجرم لانه تجرأ وترشح. تمام، بدل ما يشكروه انه اعطى غطاء قانوني للعمليه الانتخابيه وما حولهاش لاستفتاء، ذكر بيتشتم علنا على ثلاث قنوات. وانا اقول لهم لا بلاش، انا راجل قانون ومتحامل مسؤولية، قصاد البلد. لا لا اقول لك، بس القاهره والناس الفراعين ثلاث قنوات تولوا هذه المهمه. فطالما ولو عايز اقول لك اني برامج واسم المذيع. لا لا، هو هذا كلام على مسؤوليتك يا استاذ عصام. طبعا انا مسؤوليتي مصدر روح المحكمه بكره. تمام، فطالما لم يطبق القانون فالناس تفعل ما تشاء، ولكن الاشكاليه بتاثير ده على الناس. الناس شافت ان نزولهم غير ذا جدوى، انا هنزل اعمل ايه واحنا شايفين طول الوقت ان انتوا بتتكلموا عن واحد واحد اللي جاي ونسب عامله ايه؟ ما تدوش فرصه ان الناس تنزل او تفكر انها تنزل، فدي اخطاء يجب ان تحاسب عنها. لجنة انتخابات الرئاسة مش لجنة العليا تاني. أيوة، يجب أن تحاسب عليها إذا لم تطبق هي القانون، فمن يطبقه؟ فدي إشكالية. وغير كده كمان الإعلام ورد خلق لدى المواطن أن المعركة محسومة. طبعا طبعا، هيروح بقى ليه؟ طبعا. دي مسألة مهمة جدا. بس هناك في إشكاليتين تاني اتكلمنا عنهم في البيان الأول لينا، مشكلة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومشكلة خاصة بالمحبوسين احتياطي، واحد المنظمات الدوليه بدات تتعاطى مع فكره المحبوسين احتياطيين وطلعت عليها بيان بعدين على طول ان القانون اصلا ما منعش المحبوسين احتياطيا من التصويت، وعندنا حكم مجلس دوله في الانتخابات اللي فاتت المحكوم عليه هو اللي ممنوع، لكن المحبوس احتياطي مش ممنوع. تمام، المحبوس احتياطي يجب ان يصوت ويجب ان تتخذ اللجنه من هي الحالات اللي رفضت، بس لازم يقدم. تمام، لازم يقدم طلب. لا 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 لا، ادم انا مختلف معاك. يقدم طلب الى اداره السجن يا استاذ عصام. صحيح حضرتك. نعم، يقدم طلب الى اداره السجن. طيب، هو يرغب في ان يبقى. خليني اختلف مع استاذي وهو استاذ عظيم بالنسبه لنا. في لائحه السجون، الحق لائحه السجون، لائحه السجون لا تمنع، لا تمنع مع الرئيس، ما بتمنعش، بس يقدم طلب. خلي معايا باذن الله. لا لا لا، الحق لا يجب ان يكون هناك اجراءات قيد، نفس بالضبط في تقديري الشخصي، نفس بالضبط زي موضوع ده ما ينبغي ان يكون. طيب، بس في نص في اللائحه بيقول له قدم طلب. طيب، لا يعني انا اسمح لي عشان ننهي الحته دي. يعني انا حسب برضو معلوماتي البسيطه اللي باخدها ده من الاستاذ عصام، ان واحنا كمان بنقول الاستاذ عصام المسجون احتياطيا يجب ان يتقدم بطلب. أيوة، الى اداره السجن لاتاحه يعني حقه في ممارسه صوته. انا بكرر تاني، انا الحق يجب ان لا تكون لديه اجراءات. انا معك، بس اللائحه فيها نص. طب انت بتطالب بقانون دلوقتي. تمام، بالدليل ان احنا عندنا في الحكم اللي طلع من قضاء مجلس دوله اعطى الحق ده، لما طلب لانه طلب وما استجابش الطلب. يعني انا شايف ده امر لازم يتعدل ويعدل. طيب، الاجراءات الخاصه بالمعاقين لانها بتقيد اداء عملها، واحنا عندنا معايير في خبر دوليه. تم تداوله هنا ان علاء وجمال مبارك تقدم بطلب اداره السجن المحكوم عليهم، وتم رفض الطلب. ايوه لانه محكوم عليهم، في موقوفين وممنوعين ومحرومين في قانون بشري. ومبارك الثلاثه اتحكم عليهم باحكام بينفذوها دلوقتي،
ولذلك لو انت حضرت اي جلسه من بكره او بعده هتلاقيهم مرتدين زي الازرق لان صدرت احكام ضد الثلاثه الاسبوع الماضي. تمام. وقانون بشر الحقوق السياسيه لو كانوا ما صدرش كان من حقهم. تمام. قانون بشر الحقوق السياسيه وصف الموقوفين والممنوعين والمحرومين من بشر حقوقهم السياسيه. طيب. ودي دي امور في تقديري مع التعديلات اللي هتحصل الفتره الجايه يجب ان يعاد النظر لان هناك كثيرا من الجرائم المنصوص عليها ولا يطبق. يا طبعا. والقانون قال ان كل 15 يوم المحاكم تبعت للجنه الانتخابات اي مكان تبعت كل 15 يوم بيشوف الاسماء اللي الناس اللي تشال والناس بترجع اللي نرد عليها اعتباره وعمرنا ما سمعنا ان ده بيطبق. استاذ عصام عاوز اقف معاك على فكره الاعلام بقى وانت سيادتك يعني وضعتنا في حرج وقلت يعني اسماء قنوات. طيب. حرج انا متحول مسؤوليه كلام انا. طيب. تقلقش. طيب كويس. وانا برضه هحاول يعني حتى لو رحت الجنايات هقف معاك برضه. وانا ساحاول ان انا اضع نفسي مكان الطرف الاخر للدفاع يعني. على اي اساس؟ بس اول عايز اسمع رايك فكره الاعلام يعني لماذا نتهم الاعلام يعني تقدم ليس يعني انا هقول لحضرتك. اتفضل. احنا قلنا الاعلام الرسمي مارس دوره الحقيقه بشكل تعلم أي. الدرس جيدا منذ ثوره يناير. وماله كويس كويس يعني كلنا المفروض نتعلم من اخطاء. تمام. مارس الدور الاعلام بشكل يعني تعرض هذا المرشح وتعرض ذلك المرشح وتدي برنامج وتعرض برنامجه. عايز تنتقد انتقد بس موضوعيه انما ان تناله بالسب والتجريح هو ده اللي ممنوع في القانون كمان وفي قانون الدعايه الانتخابيه نفسه. كويس. ويكون جريمه دي من الجرائم وللاسف الشديد كما قال استاذنا انه اللجنه الانتخابات الرئاسيه وقفت صامته ترصد فقط مع ان القانون بيديها سلطه ينذره واذا قرر خطا يوقف بس في فتره الدعايه الانتخابيه هذا لم يحدث. طيب. القنوات اللي انا ذكرتها تحديدا عاوز اقف هنا عند حاجه ثانيه. اتفضل. فكره القنوات الخاصه قنوات راس المال الخاص ماشي. يعني هنا بديهي ان كل قناه لها رايها يا الخاص يا سيدي قول لها مرشح حد لا يخضع لضوابط قانونيه وقواعد واداب عامه بس قول اللي انت عايزه انحاز لحد حتى تمام لكن لا تسب ولا ولا تشتم لا السباب دي لوحده هو ده يعني لا مو ده موجود في القانون ده عالم في يعني ما تسبش وفي القانون العادي يعني أيوه طبعا القانون العادي يزيد بقى عليه ان ضوابط الدعاية فيها وفيها تجريم وبالتالي يعني كان وصل امر الى السباب والتجريح الشخصي فيه وفي اسرته مش هو كمان بس ده وقفت اللجنه تشاهد كما فعلت اللجنه الانتخابيه السابقه وكل اللجان رصدت كل وكل شيء اللجان. ها وثابت المسائل هل كان يجب ان يتقدم احد مثلا بطلب الى اللجنه ام كان على اللجنه ان تبادر في طلبات تقدمت وفي قضايا اترفعت ومتداوله حتى في خرق الدعايه في الانتخابات اللي فاتت خرق كلها الدعاية كلها ما حصلش اي متابعات او اتخاذ يعني للاسف انا بقرا بامانه يعني ان واضح ان التجربه الديمقراطيه امامنا محتاجه وقت اكتر كل ضوابط الدعايه لا تطبق بتتكتب حبر على ورق ولا ترى النور ولا تنفذ للاسف الشديد وشفنا ده في الانتخابات السابقه وشفناه في الانتخابات بس ده مؤشر وانذار عندنا انتخابات برلمان جايه فورا ده لو فضل الامر بالشكل ده هيساوي حجم الدم في الشارع هيبقى عامل ازاي ان شاء الله لا لا ما ده انذار يعني لازم يوم 3 ايام لازم نستفيد من البرلمان هيختلف احنا عندنا 2 مرشحين انما في البرلمان يعني مع العصبيات مع فكره الصار بقى الشخصي والمسائل دي ده هيساوي دم لازم اللجنه تنتبه اللجنه العليا للانتخابات الاديره انتخابات البرلمان لازم تنتبه لاخطائها السابقه واخطاء لجنه انتخابات الرئاسه بشكل من الرصد كان هناك ما يعرف بقانون صمت انتخابي قبل يوم الاقتراع بيومين ولا اظن نفسي مبالغا وهاخد راي ضيوفي اني لم اجد يعني او الا فيما ندر عشان نطلع الامر يعني انما كثير وكثير من المؤسسات الاعلاميه والصحفيه حتى المطبوعه منها يعني لم تلتزم باي صمت انتخابي بل كانت تعلن يعني يا اما انحياز لمرشح او توقعات مبدئيه بفوز المرشح بكذا وكذا وانا استعجبت بصراحه يا استاذ عصام لان دي ده شيء لا يتم في الخفاء ولم يتحرك ساكن لشخص او لاحد حتى فيما يتعلق بنقابه الصحفيين يعني كان ممكن يبقى اجراء داخلي النقابه مثلا مش هقول انا اسماء للمؤسسات الصحفيه بس ايه خطوره ده ان احنا اذا كنا الصمت الانتخابي حتى لم نحترمه لانه باختصار انا بقول لحضرتك ما زالت الممارسه الديمقراطيه عندنا تحتاج الى تفعيل حقيقي على الواقع في أرض الواقع ولأنه أيضا اللجنة لم تأخذ إجراء رادع لو أن اللجنة أخذت إجراء واحدا رادعا كنت هتلاقي المسألة اختلفت ما حصلش برضو رصدت ولم تفعل شيء أو أحسن حاجة أنها حالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق بعد بقى الانتخابات ما تخلص وهذا عيب في صياغة القانون المتعلق بمسألة الضوابط الدعاية الانتخابية ويحتاج إلى مراجعة حقيقية
ويحتاج إلى توقيع عقاب رادع وفوري وسريع على المخالف. تمام. بدون هذا هنستمر في هذه المسائل. تمام. فكرة الغرامة يا أستاذ عصام ممكن تفهمها لنا؟ لأننا فوجئنا بالأمس وعجيب الأمر إن احنا نسمع مصادر نقطتين، فاحنا ما بنبقاش عارفين هل ده خبر يقيني خبر والله رسمي. أنا عايز موضوع الغرامة غرامة 500 كان مضحك جدا. ليه بقى؟ أولا أنا رأيي الشخصي أن الغرامة على مواطن يمتنع عن الإدلاء بصوته هذه جريمة تخالف نص الدستور في حرية الرأي والتعبير. ليس هناك دول تقر هذا المبدأ؟ طبعا فيش دول بتقر، في دول بتقر في دول ما بتقرش. انا بتكلم في القانون، انا بتكلم على ان في مبدا دستوري اسمه حريه الراي والتعبير. تمام. لانه من بين وسائل الراي حريه الراي في التعبير ان امتنع عن امر معين، ده حقي طالما ما بضرش غيري. ورغم هذا القانون فيه هذا النص، بل ان النص كان 100 جنيه فشدد الى 500 جنيه. طيب هنفترض ان الغرامه دي قانونيه، انما المضحك في الامر بقى ان حصل الاتي. جاء السيد رئيس الحكومه وهو لا يملك ان يقرر اي شيء يتعلق بالعمليه الانتخابيه بالمناسبه، لان الامر في ايد اللجنه الانتخابات الرئاسيه، قال مفيش غرامه مش هنوقع الغرامه، وكانه هو اللي بيوقع وهو اللي ما بيوقعش، وهذا خطا وقع فيه. اثنين، انه المفروض اصلا ما يخشش في هذه العمليه الانتخابيه ولا يتحدث فيها. ثلاثه، هو كده بيخالف القانون ويجب محاسبته خلاص ويجب مسؤوليته. دي نمرة واحد. بعدها تاني يوم لما لقوا المسألة يعني اللجنة صرحت بأن الغرامة قائمة وموجودة وأنها هيطبق الغرامة، فصرح رئيس الوزراء المرة التانية أنه هيطبق الغرامة وكأن الأمر بيده هو، وهو لا يملك أن يقول نعم أو يقول لا. تطبق إزاي بقى يا أستاذ عصام؟ يعني أنا مش قادر أتخيل. برضه أنت هتسألني سؤال أخطأ. لما يكون عدد اللي حضروا هنقول 25 مليون 26 مليون وعدد اللي تغيبوا زيهم 26 مليون، هتعمل 26 مليون قضية. ولا على فكرة منذ أن وجدت فكرة الغرامة الانتخابية لم تطبق، لم تطبق في حالة واحدة. المعتاد أن كان بعد الانتخابات سواء النيابية أو الرئاسية بيتم النائب العام بيحفظ القضايا. تمام. إنما أنت لو عشان تطبق ده يبقى أنت حضرتك محتاج تنشئ محاكم جديدة دولة من المحاكم، تقعد تشتغل في 26 مليون قضية عشان يشوف الظرف. افرض انا ظرف قاهر مانع منعني من ان انا اروح، وما اكثر هو متعرف المصريين يعني اساتذه في التقريرات دي، يعني يقدر يدي لك مليون سبب منعه من ده كلام. ولهذا انا بعتبر هذا نص للزواء نص وهمي غير قابل للتطبيق وغير مخالف للدستور. لان هضرب لحضرتك مثل صغير جدا، في اكبر المنظمات الدوليه هيئه الامم المتحده المنظمه الام أو مجلس الأمن أحد الأجهزة التابعة في هيئة الأمم المتحدة، ألا تسمعون كل يوم إن دول وافقت ودول امتنعت؟ يعني أنت يعني أكثر من لا يوقع عليهم غرامة مالية؟ لا ده كلام. يعني بس ده كمان دخلنا في نفس النقطة. أنا عاوز برضو عاوز أقف معاك على نسبة، يهمني فكرة الإقبال. يعني أنا سألتك ولم يعني إيه أخذ يعني إجابة شافية. أنتم متابعين مش هادو مراقبين، متابعين ليكوا ناس في كل اللجان. وعشان اوضح سؤالي، عندنا حوالي 1000 لجنه زادت في هذه الانتخابات، فرؤيه العين هنا ربما لا تكون مفيده عن طريق التلفزيونات، لا لازم يكون في ناس موجوده على الارض. انت بالمناسبه حديثك انت عارف ان بين الحاجات المضحكه ان من الناس اللي راحت سجلت نفسها في الوافدين في محافظاته في المحافظات اللي مقيم فيها وتسجل اسمه اللي هم 67000 راحوا يدلوا اصواتهم وياخدوا اسمهم. صحيح. موجود صحيح. يعني حتى هذا راح عمل توكيل وسدد رسوم وما لقاش اسمه. طيب. طيب احنا عندنا اللجان ما بين اللجان المره دي واللجان المره اللي فاتت، ايوه في اطار 13000 كان بدايه 13000 المره اللي فاتت، المره دي 13893 يعني قرابه ال 14000. الاقبال كان في بدايه اول يوم كان اقبال متوسط في بدايه اليوم، ثم ضعيف في وقت الظهيره، ثم رجع تاني متوسط اول يوم. في بدايه اليوم متوسط، اول يوم كان متوسط، يوم الاثنين الصبح متوسط ولا قوي؟ متوسط. الصبح كان كويس متوسط لغايه الساعه 11. أيوه. احنا وفقا لمعاييرنا بنشوفها اليوم كله. لا 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 انا بقول الصبح كان متوسط. تقصد الصبح من كام لكام؟ الصبح من بدايه التصويت الى وقت الظهيره. لكن قصدنا بالكاميرات كان عالي جدا وربع في تقديرنا. ان هو كان متوسط. طيب. ثم ضعيف ثم طب متوسط. ايه مرجع التقدير هنا؟ مرجع التقدير لشهادات المراقبين اللي بينزلوا يقيموا وبيراقبوا وبيتابعوا في كل اللجان. انت مغطي اللجان كلها؟ احنا مغطيين 1500 مراقب
في عدد كبير من المحافظات، وبنتابع مع بقيه التحالفات اللي شغال على الموضوع طيب ده. ده اول يوم، ثم تاني يوم كان خلاص بقى ده كده مش حاجه اقبال ضعيف. الساعتين الاولين دول يعني كانوا باقوى لحظه انت قلت عليها، اقوى لحظه كانت تقدير متوسط وليس بتقدير عالي، يعني عدد الناس اللي راحت النهارده كان ضعيف صباحا، ثم من ضعيف لمتوسط في اخر اليوم. فدي التقديرات اللي بنتكلم عليها. بس انا يعني في جزئيه كنا لازم نتكلم عليها كان بكمال استاذنا، هي جزئيه ترسانه القوانين المصريه اللي اصبحت قوانين مترهله ولا تصلح ولا تتفق تمام ولا تتفق مع المعايير الدوليه للانتخابات. احنا عندنا قوانين الانتخابات في مصر قوانين كتيره، قانون بشر الحقوق السياسيه وقانون الشعب والشورى والرئاسه والدوائر المنتخبيه والمحليات تمام لسه، يعني ده كله اللي محتاج يعاد النظر بس ده مره ثانيه تمام، عشان ما نرجعش النقطه اللي احنا يبقى عندنا مواد قانونيه وليس لدينا اليات حقيقيه تنفيذيه زي موضوع ال 500 جنيه زي الغرامه وده لازم يرجعنا ان احنا نحط فلسفه واضحه لقوانين الانتخابات. احنا هتبقى فلسفتنا العامه اللي هنشتغل بيها في الانتخابات هي اي فلسفه؟ حتى في موضوع الناخبين هنعتبر الانتخاب ده انتخاب حق ولا هو واجب ولا هو الاثنين؟ لان انت لا يعني بقول واجب. طيب يعني هتعيد النظر في موضوع الخصومات دي هتخليها ولا مش هتخليها ولا تشيلها، ولو هتبقى موجوده الاليات ايه، ولو اللجان اللي هتشتغل على متابعه الاشراف على الانتخابات اللي هتعمل الانتخابات في مصر الاليات كمان هي اللي مراقبتها عامله ازاي؟ يعني لازم نحط ضوابط الهيئه انها تشتغل في وسط الناس وتتواصل مع منظمات المجتمع المدني ازاي، لان احنا لحد النهارده مفيش اليات حقيقيه ولا فلسفه عند اي من اللجان انها تتعاون مع منظمات المجتمع المدني الموجوده على الارض. انتوا عايزين تشوفوا على الانتخابات، احنا عايزين نشارك. مازال خلي بالك الاجهزه تتعامل مع هذه الهيئات عنها عدو دي مش على انها بتشارك في عمليه، رغم ان الدستور الجديد قال ان اللجنه من حقها ان هي تستعين بخبرات تراث الاستبدادي مازال وده ما يوصلناش للحقيقه ابدا. في الجيزه مدرسه جمال عبد الناصر، دي مدرسه ضخمه، مدرسه مركز انتخابي يعني ثقيل في قلب الجيزه تقريبا في الدقي. من هناك انضم الينا او تنضم الينا مراسله الغد العربي هبه جلال. هبه تفضلي، وان كان معك بعض الارقام ارجوك تطلعين عليها. نتوقف عند نسبه المشاركه تحديدا، يعني اسم اللجنه وعدد المدعوين للانتخاب ومن شارك بالتصويت بأي شكل حتى لو بالإبطال. تفضل. نعم، إذن انتهت عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية التي امتدت لثلاثة أيام. يعني أغلقت اللجان أبوابها بنسبة مشاركة تراوحت ما بين 50 إلى 55%، وفيما يلي بعض النتائج الأولية التي استطعنا أن نحصرها من عدة مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة. يعني اولا اللجنه التي ادلى فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في العجوزه، نتيجه الاصوات بها هي 2183 صوت مقابل 132 صوت لحمدين. اعتقد حمدين هبه المرشح الذي لجنه المرشح حمدين في العجوزه الاول صحيح؟ لا هي اللجنه التي ادلى فيها المرشح عبد الفتاح السيسي في العجوزه بصوته في نعم هذا هو الرقم الذي استطعت أن أحصل عليه. طيب. الرقم هو 2183 صوت مقابل 132 صوت لحمدين صباحي بواقع 101 صوت باطل. أيضا هناك مدرسة المنيب الابتدائية، هذه هي اللجنة نتيجة اللجنة رقم 42، حصل السيسي فيها على 2623 صوت وحمدين صباحي على 86 صوت، والأصوات الباطلة هي 119. أيضا هناك مدرسة الأرمان الإعدادية بالدقي، السيسي حصل فيها على 1576 صوت وحمدين على 66 صوت. ايضا هناك مدرسه جمال عبد الناصر التي اتواجد الان امامها في اللجنه رقم 21، حصل السيسي على 1307 اصوات وحمدين صباحي على 85 صوت من اصل 2724 ناخب. طيب. حضر منهم 1452. معلش انا اسف يا هبه، عيدي علينا بس الرقمين لانهم يهموني، نسبه المدعوين ونسبه المشاركين في اي لجنه الأخيرة. لجنة نعم جمال عبد الناصر في هذه اللجنة بالتحديد. أيوة. لجنة 21 بمدرسة جمال عبد الناصر كان هناك 2724 ناخب مسجل. كويس. حضر منهم 1452. كويس، يعني 47 48%. طيب تفضلي كملي. نعم هناك لجنة أخرى
نعم هناك لجنة أخرى وهي لجنة رقم 18 في نفس المدرسة التي أتواجد أمامها الآن، وهي مدرسة جمال عبد الناصر. حصل فيها السيسي على 1689 صوت مقابل 78 صوت للمرشح المنافس حمدين صباحي. إجمالي الحضور كان 1829 صوت من أصل 3257 ناخب مسجل، وذلك بواقع يعني نعم. هل تحب أن أعيد عليك الرقم؟ لا لا تفضلي أكمل، آسف المقاطعة تفضل. وذلك بواقع 72 صوت باطل. أيضا كان هناك مدرسة المهندسين الإعدادية بنين لجنة رقم 34، إجمالي الحضور كان 1300 ناخب، وحصل السيسي من بين هذا الرقم على 1123 صوت، وحمدين صباحي على 100 صوت، والأصوات الباطلة بلغت 73 صوت. أيضا هناك لجنة رقم 52 مدرسة صفية زغلول ببلاق البكرور، حصل فيها عبد الفتاح السيسي على 2693 صوت، وصباحي على 63 صوت. هناك أيضا مدرسة الكرنك بفيصل لجنة 28، إجمالي عدد الناخبين 2467 صوت، حصل السيسي منها على 2224 صوت، وصباحي على 145 صوت بواقع 145 صوت باطل. هناك أيضا في نفس المدرسة لجنة رقم 25، إجمالي عدد الأصوات 2567 صوت، حصل السيسي منها على 2346 صوت، بينما صباحي حصل على 98 صوت. يعني هذه هي أبرز الأرقام التي استطعنا الحصول عليها. الآن من المتوقع أن تذهب هذه النتائج إلى اللجنة العامة التي سوف تقوم بالتصديق عليها إن صحت، وفي نفس الوقت سوف تقوم بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في انتظار أو تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية في مطلع الشهر المقبل كما سبق وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات. وإليك. طيب هراجع معك بس يا هبة اللي بيحدث عشان المشاهد الكريم يتابعنا. بيتم غلق المركز الانتخابي او اللجنه، بيتم فتح الصندوق بعلانيه يعني، بيتم فرز الاصوات ثم اعلان النتيجه داخل اللجنه الفرعيه ثم اعلام اللجنه العامه بهذه النتيجه امام المرشح او امام وكلاء المرشحين اذا كان هناك وكلاء المرشحين. نعم صحيح. في البدايه يتم حصر الاصوات. وسؤالي هو ماذا عن الصناديق؟ وسؤالي هو ماذا عن الصناديق؟ تفضل. لم أسمعك جيدا. طيب. هل تسمعني بوضوح؟ كويس أسمعك بوضوح جدا. ماذا عن الصناديق؟ دلوقتي سيادتك قلت لنا إن والله اللجنة اخترت بهذه النتائج. طيب الصناديق الاقتراع فين؟ يعني واضح أن لدي مشكلة في سماعك، لكن دعني أشرح لك المعلومات التي استطعت الحصول عليها. يقوم القاضي أو رئيس اللجنة في اللجان الفرعية بإعلان عدد الأصوات المسجلة لدي وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين وعدد الأصوات الباطلة أيضا، وذلك في حضور بعض الصحفيين وبعض مندوبي المرشحين الاثنين. وفي هذه الحالة كان يعني لاحظنا غياب مندوبي المرشح حمدين صباحي. بعد أن يتم إعلان هذه النتائج داخل اللجنة الفرعية يتم نقل هذه النتائج أو إثباتها في محاضر تنقل إلى اللجنة. طيب. العامة التي تقوم بدورها بالتصديق على هذه النتائج. طيب هبة جلال من الجيزة، شكرا جزيلا لك على هذا المجهود المحمود. شكرا جزيلا لك. طيب واللغة الجيدة من تحية من أستاذ عصام. أستاذ عصام دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي أنصار الإخوان ومن قاطع هذه العملية الانتخابية يتحدثون عن تزوير ويتحدثون عن آلة ومكانة للتزوير، وانا سؤالي منتهى البساطه وهو طويل شويه بس، انا رحت انتخبت وبس وعاوز اعرف ازاي يتم التزوير. يعني انا فوجئت ان الموظفه اللي قاعده بتاخد مني الرقم القومي وعندها في الكشف اسمي قدامه الرقم القومي ناقص رقمين الا رقمين، فبتتاكد من الرقم القومي العدد الرقم اللي ناقص عندها هي تكمله ثم احصل على بطاقه اقتراع واضعها في صندوق والحبل تمضي انت كمان ولازم امضي. ازاي يتم التزوير؟ عاوز افهم. التزوير ما يتمش يعني في طرق مختلفة للتزوير، بس كان صعب ان تتعامل في المرة دي. كويس. ان انت مثلا لما تيجي تحصل على بطاقة ممكن انت يبقى معاك اكتر من بطاقة. ازاي؟ تحصل على بطاقات. ازاي؟ ما رئيس اللجنة واخد بطاقات بعدد الكشف اللي معاه. ما انا عارف. وبرقم مسلسل. ممكن او يبقى انت في جيبك في بطاقات مطبوعة وموجودة معاك، وده اللي كان حصل في الموضوع بتاع القضية بتاعت الانتخابات الرئاسية السابقة. بتاعت مطابع الأميرية؟ بتاعت مطابع الأميرية. كان عليها العلامة بتاعة اللجنة. لا كان في بطاقات مطبوعة زيادة وخدوها
الناخب يدخل يحط بطاقته ويحط البطاقات الثانيه معاه. طيب معلش عشان بس نفهم الحته دي، عدد البطاقات في الصندوق لا يتسق مع عدد من وقع في الكشف، يعني هو ممكن يبقى اقل لكن او مطابق، انما لا يجوز ان يكون اكثر. صحيح. انا اقول لك وقع حصلت وحصل فيها محضر في الانتخابات اللي فاتت. خلي بالك في حاجه اسمها بطاقه دواره، عارف كل ده؟ احنا كل ده قبل فكره. لا لا يعني اخد البطاقه، اقول لحضرتك اخد البطاقه واخش فيها اقول انا اديت بصوتي. طيب. وما احط صوتي. طيب. واخدها واخرج. كويس. واديها لغيري ياخد البطاقه ثانيه يحط اللي انا معلم عليها ويخرج باللي معاه وهكذا. دي فكره الورقه الدواره. فكره الورقه الدواره بس. الموضوع استخدام البطايق، رصدنا حاله في الانتخابات اللي فاتت كانت سيده منقبه وكان معاها حوالي 35 بطاقه، وكان القاضي ما كانش مركز ولا الموظفين هما بيحطوا موضوع اليوم في الحبر الفسفور بحكم انها كانت لابسه جواندي وما كانوش بيتاكدوا من وجهها، فكانت هي معاها عدد من بطايق السيدات وكانت بتخش وتطلع بيهم كل شويه. طيب. وصل ل 35 تقريبا بطاقه لحد ما القاضي اكتشف ده، بس كان في اشكاليه عند القاضي رقم واحد انه ما بتبينش من صحه شخص، اتاكد من الشخص ده هو صاحب البطاقه ولا لا، ده رقم واحد، وما كانش بيحط ايديها. طيب. في الحبر في الصوت. دي اشكاليات اداريه توصل بينا. احنا نتحدث عن تزوير افراد مش مش مكن التزوير. هو ادعاء يعني حتى الان ده ما حصلش، ما رصدناهوش حتى الان. حتى الان الكلام اللي حضرتك بتقوله على لسانهم هو ادعاء، فين يقول لنا وقع انه حط حقه؟ المره دي ما رصدناش. انا عاوز اعرف هل ده فعلا ممكن يحدث ولا في استحاله ان هو يحدث؟ لا، التزوير ممكن يحدث في اي انتخابات في العالم. من الاخر فكره التسويد، لا التسويد صعبه جدا. ما هي دي صعبه جدا، لان التسويد الدوله بتتدخل لكي تعلي نسبه شخص على شخص، فازاي بالتسويد مش بوقت منقبه معاه 15 صوت؟ لا ده بالتسويد. التسويد دي ممكن تحصل في حاله واحده. كويس. لو القاضي متآمر مع الموظف القاعد. طيب. ويقفل الباب. كويس. ويطلعه اصوات. طيب. ويتم حطها في الصناديق. طيب. ويتم التأشيرة على الحضور والتوضيح. حلو. سؤالي الاخير هذا كلام. طيب. سؤالي برضه يعني. هيجيب منين الموظف الرقمين الاخيرين في الرقم القومي اللي بيملاهم؟ لا ما يجيبش الرقمين. طب انا اديت امبارح ما عملوش معايا كده الرقم ست، ما خدتش بالك؟ لا أكيد. لا بس هو بيملى اخر رقمين. طب مثلا استاذ ايهاب كده فعلا بيعمل كده يعني؟ انا هي عملت صح وانا مضيت. لا سيادتك مضيت، هي كاتبه رقمين، هي خدت البطاقه خدت رقمين، بس انا لازم لازم افرق بين حالتين، الحاله ما قبل تعديل قانون بشره الحقوق السياسيه بعد الثوره وما قبلها. بعد الثوره حصل تعديل قانون بشره الحقوق السياسيه ادى ضمانه اكثر شفافيه ان المندوبين موجودين، ان الاعلام موجود، ان منظمات المجتمع المدني بتبقى موجوده في بعض الحالات، وان يحصل الفرز جوه لا المادة. لا في حاجه اهم من كده. تمام. بس هكمل الجزئيه. لا حاجه اهم من دي، ان الناخب نفسه بيمضي، كان الاول ما بيمضيش. كويس. بتعلم انه حضر ويروح ياخد البطاقه. لا 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 كان برضه بيمضي، ما كانش دلوقتي بقى بيمضي. طيب. بس هي الفيصل والاهم الخاص بشفافيه او يبصر. ان كان بيحصل، بس كان الاهم ان ما كانش بيحصل فرز في اللجنه. دلوقتي الفرز موجود في اللجنه، الفرز موجود قدام كل الاطراف، النتيجه ما بقتش منتظره بتعليمات او بتطلع للجنه العليا، لا بياخدوا صوره من المحضر. طيب. بعد اكمل حضرتك بس الجزئيه دي، بعد انتهاء اليوم بحضور كل الاطراف بيحصل الفرز قدامهم وقدام الاعلام، وبتعمل محضر بيمضي عليه الاطراف الحاضره، وبيسلم محضر بالارقام لكل الاطراف، صوره من المحضر بالارقام، فبقت ضمانه تخلينا متاكدين ان غالبا مش هيحصل فكره التسويد، لان التسويد كان بيحصل بعد ما الناس تمشي. أيوة. أيوة. وقت الفرز او في مرحله او في الراحه او في مرحله النقل، نقل الصندوق من اللجنه بالظبط، الساعه بتاعت الراحه بالظبط، او في نقل الصندوق كان بيحصل تغييرات للصندوق والاوراق، او في مرحله التعليمات الاخيره اللي كان الارقام بتطلع بيه. دلوقتي بعد التعديل القانون دي ايجابيه مهمه، زي ما بنتكلم على السلبيات دي. تمام. ايجابيه ان كل امور بتبقى واضحه. طيب. وشفافه قدام كل الاطراف. طيب. ولو حصل حاجه بيبقى افضاحها سهل. وبقرر الامانه احنا لم نرصد اي من هذه الحالات حتى الان، لم ترصد اي يعني من حالات التزوير لمرشحين على حساب مرشح. لا لا فكره التزوير زيت وسكر. فكره التزوير لمرشح على حساب مرشح زيت وسكر يعني في لمبات موفره. طيب استاذ عصام، عاوز اسالك في النهايه، ربما سؤالنا الاخير هو فكره المستقبل السياسي. عندنا دلوقتي روايتين، لازم ننتظر بعض الساعات، بس عندنا روايتين. روايه بتقول ان والله نسبه المشاركه بتقترب من 48-49%، وان المرشح السيسي سيفوز بنسبه 92-93 وهكذا، زي الخارج. وفي روايه وفي روايه اخرى ان والله نسبه المشاركه برضو 48%، وان السيسي هيفوز بنسبه 80%.
لا لا اكتر. طيب ده روايتين موجودين على مواقع التواصل ولازم ننتظر الحقيقه. طبعا يعني من اللجنه. طبعا. طيب هل ترى مشكله اذا ما فاز السيسي بنسبه كاسحه؟ ايه المشكله؟ ايه وجه المشكله يعني؟ كويس. فكره من يقول ان بالفعل لم تكن الدوله بمؤسساتها يعني بدولابها باعلامها يرحب بحمدين، لا أم انها شعبيه حقيقيه لحمدين؟ انا قلت لحضرتك وانا في بدايه حديثي فيما يتعلق بالاعلام، انا يعني في الاعلام الرسمي كان موقفه حيادي، انا بقولها بامانه يعني. انما الاعلام غير الرسمي او يعني الاعلام الخاص اعطى الناس احساس بان المسائل محسومه وحولها تكاد ان تكون الى استفتاء. والحقيقه سوف يبقى التاريخ يعني يحفظ لحمدين دوره بانه قبل ان يترشح رغم هذه الظروف الغير عاديه لاي مرشح، وانه هو الضمانه التي جعلت ان تكون هناك انتخابات حقيقيه ومنافسه مش مجرد استفتاء على شخص. وبالتالي انا يعني المساله دي ما تزعجنيش، لانه برضو احنا ايا ما كان تقييمنا ودورنا في للاثنين المترشحين برضو يعني لا يمكن ان ننسى ان السيسي قام بدور بطولي حقيقي يوم 3/7 عندما استجاب لنداء الشعب ونزل ليحمي هذا الشعب من مخطط كان موجود، وكان يعني مش بس في مصر، المنطقه كلها، وحمى هذا الشعب وهذه الدوله من الدخول في نفق مظلم. انا اعتقد هو ده السبب للاقبال الشديد او ل مش الاقبال، لنسبه التصويت العاليه نسبة جدا بالنسبه لي هو. طيب الاستاذ عصام الاسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري، شكرا جزيلا لك، نورتنا. الاستاذ ايهاب رادي رئيس البيت العربي لتنميه الديمقراطيه وحقوق الانسان، شكرا لك يا استاذ ايهاب. وبقي فقط ان نعيد ونزيد ونقول للمره المئه في ختام هذا الماراثون ان هذه انتخابات رئاسيه 2014 بين الحسن والاحسن، بين الفاضل والافضل، بين المناسب والانسب، ونتمنى بين الفل والياسمين. طيب وبين الفل والياسمين ونتمنى ان يخرج علينا يعني من لم يفز، مش عاوز اقول الخاسر، من لم يفز بتحيه خصمه كما نرى في الدول الاوروبيه المتقدمه، وان ينخرط في عمله العام، في عمل السياسه، في العمل المعارضه ايما كانت. اما النتائج الرسميه بالقول الفصل فعلينا أن ننتظر حتى إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية. دمتم في حفظ الله وأمنه، وإلى اللقاء.